السلام عليكم زهرة. عليكم السلام ورحمة الله. صباح النور. صباح الخير، كي دايره اختي؟ لاباس عليك؟ الله يبارك فيك اختي فرحان زهرة، والله العظيم إلا فرحان. والله يعطيك دائما باش تفرحي يا رب. انت انا فرحانه نسمع صوتك هذا الصباح. والله العظيم إلا عرفتي تلفت، انا غير درتها الله سبحان الله العظيم اول مره وقبط لي الخط. ونهار كبير هذا اللي كنسمعوك معانا، وحنا فرحانين كلنا. دابا المستمعات كلهم تيقولوا لك مرحبا اخت زهرة. ربي يخليك، كي دايره اختي؟ كي دايره صحيحه؟ كي دايره البنيته ديالك؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. الحمد لله. كيف درتي مع الصيام؟ الحمد لله، اللهم لك الحمد اختي. اي والله يخلي لك يا ربي صحيحتك. ربي يخليك اخت زهرة. عندك شي هوا ديال الرغيفات معمرين بالخضرة؟ اييه بسم الله، احنا معاك. ناخذوا الطريقه ديالك. الطريقه عندي نص كيلو ديال الفرس، لا نص كيلو ديال الفينو. نعم. وشويه ديال الفرس معاه. ايوا كيتعجن، وكدي شويه ديال الخميره ديال الدار غير شويه، وسميتو كتشحري بصله وحده، بصله وكديري خيزو، جوج خيزوات وجوج قرعات. نعم. وكديري الهريسه، شويه الزيتون مقطع. ايه بلا ما نذكروا هذيك الضامه البنة، بلا ما بغي اللي بغى يديرها، اللي ما بغاش يديرها صافي. شويه الهريسه. نعم. مهم كديري باش تزيديها كتجي زوينه، كديري البيشاميل. ايه كتخلطيها معاها كتجي زوينه، ملي كتبدي تعمري في دوك الخبيزات كتجي زوينه. ونسيت الفرماج. إذن كديري الصلصه البيشاميل وكتحكي شويه الفرماج. ملي كديري مع الخليط كتلوحي الفرماج حتى هو طيفات. نعم. صافي، وكتقرصيهم غير شويه. المهم وتديرهم في الفران. اها كديري زوينين. كديري جوج ديال المسمنات ولا ديال الرغيفات، وحده في وسط وحده ولا غير وحده؟ لا غير وحده. صافي، وكتخلي مخمر غير شويه وما يتضربوش بزاف. نعم. كيجيو زوينين داك البيشاميل، ما كتزيدي عليهم كتجي زوينه. البيشاميل اصلا العيالات كلشي كيعرف يصوبها. اذا انت كتعجنيهم وكتعمريهم ديك البصله مشحره وداك خيزو والقرعه مع العريسه، حتى هما محكوكين ومشحرين، وكتزيدي على ديك الصلصه، كتزيدي عليهم ديك الخلطه، كتزيد شويه ديال البيشاميل وطريفات ديال الفرماج. اييه غيجي المذاق زوين. كتجي غزاله.